احنا اليوم الحمد لله توفقنا في ارضاء الجمهور الدكالي، الجمهور الجديدي، الجمهور اللي معروف بالكرم ديالو، بالضحكه ديالو الصافيه الخارجه من القلب. فاحنا توفقنا اليوم ان شاء الله باش نكون عند حسن الظن ديالهم، ونتمنى انهم يكونوا دائما حاضرين وموجودين في برامج ومهرجانات بحال هادو، يشجعوا المنتوج ديالهم اكيد المغربي وحتى الوطني، علاش لا؟ وعلاش لم يكونوا تظاهرات لهذا الجمهور اللي هو متعطش بحال هذا الشيء، يكون عندهم مهرجانات ولا حتى مواسم الفكاهه والضحك ولا التمثيل والمسرح. فالناس متعطشه لهذا الشيء، خصكم غير تعطيهم شي حاجه باش يقدروا يتفاعلوا معكم فيها. دونك ان شاء الله الجديد ديال سكينه دربي الفضل رمضان هو سيتكوم حي البهجه، اخراج الجميله صفاء بركه، انتاج ديسكونيكتد مع القناه الثانيه حي البهجه، اللي غادي تعرض ان شاء الله شاك جور على القناه الثانيه كما قلت، معيه سي عبد الله فركوس، الفضيله بن موسى، عصام المفتاح الخيل، ليلى حديوي، عزيز حطاب، جميل الهوني، يعني باقه من الممثلين من المعين والمرموقين ان شاء الله، اللي غادي يشكلوا واحد لو فخوي زوين اللي غادي تشوفوه على قناتكم الثانيه ان شاء الله في رمضان. شخصية سكينة مرت مصطفى ان شاء الله هذا العام غتشوفوهاش، لانها تستهلكات في سيت كوم وفي واحد الوصلة اشهارية. فكاين الجديد اكيد، الجديد المفيد اللي كنقول للجمهور ديالي انني ما كنحاولش نقلب باش نكون مونوتون، ما خصني نكون متجددة عند الجمهور. فاكيد ان شاء الله دائما وابدا غنبقى نقلب باش ندير الارضاء ديالكم ان شاء الله. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.